بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في درس جديد من دروس أكاديمية جي اف اكس أكاديمي. معاكم مهندس أحمد الرحمن رياض. يعني هنبدأ النهاردة بشوية تيبس اند تريكس للكاميرا انيميشن في إليمنت 3D. طبعا تقدروا ترجعوا للدروس الأصلية في موقع فيديو كوبايلوت. يعني كان شوية تجارب مع إليمنت ما يغنيش عن سينما، لكن بيفيد في سرعة الريندر. يعني كل اللي اتعمل ده ممكن يتعمل في سينما بمنتهى السهولة، لكن بيفيد في سرعة الريندر على اعتبار ان هو بيعتمد على الاوبن جي ال بتاع كارت الشاشة. ده اللي احنا هنعمله النهاردة. طبعا هو مختلف عن الموجود في فيديو كوبايلوت. تاني زي ما احنا شايفين، اولا المفروض ان الطياره دي موجوده في الباك الجديده اللي هم منزلينها، اللي هي اسمها تقريبا جيت سترايك. لكن انا ما عنديش الباك، او بمعنى اصح الباك موجوده لكن مش بتشتغل، فكان نازل معاها الترناتيف فايلز. بالمره هنعرف ازاي نتعامل مع الالترناتيف فايلز. انا هشيل كل الكلام ده ونبدأ سين جديدة. اول حاجة انا عايز اخلي الالوان 32. ليه؟ بيبقى شكلها احلى واظرف في الشغل، وبتدي ديبث اكتر. طيب اول حاجة هعمل كومب جديدة وهسميها مين، هسيبها زي ما هي واعمل اوكي. بعد كده هروح ل نيو سوليد كنترول واي وهسمي دي element، وهحط اكيد بلجن الاليمنت. اول ما هينزل هروح لسين سيت اب. طبعا انا زي ما قلت هي الباك موجوده لكن لازم يتعمل لها ريجستر، فانا هقول له امبورت. وعندي هنا الالترناتيف فايلز بتاعت الباك دي، في باكس في جسترايك في 3 دي فايلز. 3 دي فايلز فيها ملفات سينما 4D، ودي بصراحة هتفيدني جدا 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 حتى لو مش في إليمنت. وطبعا معاها التكست بتاعتها وملفات او بي جي. طبعا كل تقدر تاخده جوه إليمنت وتشتغل عليه زي ما انت عايز. انا هاخد الستيل. طبعا تقدر تاخد اي جيت انت عايزها. هي راحت فين؟ هاخد ستيلز وهعمل اوبن. طبيعي انها هتنزل بالشكل ده كده، هتنزل من غير خاماتها خالص، هتنزل بالمنظر اللي احنا شايفينه ده. طب انا ازاي هجيب الخامات بتاعتها هنا؟ سهل قوي ان انا احط كل خامه في مكانها. اولا هشيل درافت تيكتشرز علشان اشوف الخامه بشكل احسن، و هروح لكل ماتيريال. هروح اول حاجه للمين. انا مش عايز اي حاجه الا المين، انا مش عايز الا المين بس. وهروح لديفيوز هقول له لود تيكتشر، وهروح لاسيتس باكس جيت سترايك ريسورسز، لا مش ريسورسز اسف، فايلز. وهنزل تحت او اروح لملف التكست. هنا هنلاقي الملفات اللي معمول لها يو في. انا كل انا عايزه الملف بتاع الستيلز. انا هكتب هنا عشان ادي الستيلز. عندي كل الدنيا بتاعتها. كل ما في الموضوع ان انا هقول له عايز الديفيوز. في عندك ديفيوز بالامبيانت اوكلوجن وعندك من غير الامبيانت اوكلوجن. انا هاخد اللي بالامبيانت اوكلوجن وهعمل اوكي، وهقوم قايل له اوبن او اوكي. بالشكل ده جت الخامات بتاعت الستيلز. بصراحة أنا مش هحط خامات تانية، يعني هي الخامة دي بس هي اللي هحطها، لأن الانتيريور أنا كده كده مش هبص عليه. فاضل بس السبيكولر، برضو نفس الموضوع. لود تيكتشر للأسف مش عارف، ما بياخدش، ما بيسيفش أو ما بياخدش آخر باص هو خده. هروح تاني ل 3D فايلز واروح لتك. أنا هعمل اوبن النيو ويندو يعني علشان آخد وأسحب على طول من غير ما كل شوية افضل اعمل اوبن. على طول هسحب.
هاخد هو عايز مني بعد كده شيل بقى دي كده. انا عايز السبيكولر هاخد ستيلز ستيلز سبيكولر اسحبها له هنا على السلوت ده. طبعا بتاخد شويه على ما تعمل لودنج. طبعا ولا واحده السترينجز بتاعتها او الانتنسيتي بتاعتها شغاله. هاخد الريفليكشن بعد كده هاخد الالومينيشن بعد كده هاخد النورمال. كل الكلام ده انا مش مستني انا شغال، هو هيوقف شويه بس كده حالا هيشتغل لانه طبعا كل الخامات دي 4K يعني 496 في 496. خلاص نعمل زوم تمام. طبعا ريفليكشن مش شغال وكل الكلام ده مش شغال. انفايرمنت مش هحط فيها اي حاجه. انتيريور وبايلوت وجلاس وكل الجلاس هاخد له نفس خامه الديفيوز بس اللي من غير امبنت اكلوجن علشان يفضل ترانسبيرنت زي ما هو كده. كفايه قوي دي. ممكن في في الريفليكشن اخد له واحده وفي السبيكولر اخد له واحده. وعلى فكره انا خدت خامه السبيكولر بتاعه البادي خدتها غلط. انا خدت الانتيريور مكان انا عارف عماله ما ظهرتش ليه. انا خدت الانتيريور مكان الخامه الاصليه بتاعه الجسم. اعتقد كده احنا اشتغلنا بشكل كويس. تعالوا بقى نروح للمين وهنزل تحت. ديفيوز واحد زي ما هي مفيش مشاكل. سبيكولر هعلي السبيكولر. شاينيز لو قللته المفروض يديني كده تمام. السبيكولر بدا يظهر. هنزل تحت وهعلي الريفليكشن. وانزل تحت الريفراكشن ده الانكسار. الانكسار ده انا هحتاجه للازاز لكن هنا علي سنه. الومينيشن مش عايز منها اي حاجه. ريفليكشن اعلي كمان شويه تمام. اهو بص اهو بصوا الريفليكشن اهو. بس هي واحد يقول لي طب هي ما عكستش حاجه ليه؟ ان مفيش حواليها حاجه تعكسها. لو قلت له انفايرمنت تمام برضو ما عكستش. لكن لو قلت له مثلا دراماتيك هلاقي السبيكولرز وهلاقي كل حاجه شغاله تمام مفيش اي مشاكل. ممكن عشان الريفليكشن يبقى احلى من كده شويه لو انت عايز في الانفايرومنت دي خد نفس خامه ريفليكشن حطها هنا تمام. طبعا الانفايرومنت مش شغاله. لو نزلنا تحت 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 اهي هنلاقيها كده بقت ريفليكتيف وبقت تمام مفيش فيها مشاكل. فين الانفايرومنت السبيكولر مش عارف مين 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 مين. لا هي شغاله بس تعال ناخد خامه احسن. تعالوا ناخد اي حاجه فيها سكاي. اي حاجه فيها سكاي اعتقد كان عندي صوره للسكاي. نطلع اب وناخد الريسورسز. ممكن ناخد حاجه زي دي تمام كويسه. اسحب دي حطها على الانفايرمنت. لارجر زين مش عارف ايه ده مشكلته زين مش عارف ماشي. كده كويس تمام. كده خلصنا من الطياره. هنا في بقى حاجه الالومينيشن. الالومينيشن المفروض ان هي هتنزل في الحته دي كده. فهنزل تحت الالومينيشن انتنسيتي بزيرو. ارفع الالومينيشن عشان يديلك اللي هو الجلو بتاع الطياره من هنا ويدي الالرت اللي هو الاحمر اللي هنا ده. تمام مش قوي كده عشان اللون ما يروحش. هنخليه بالمنظر اللي احنا شايفينه ده كده. كده خلصنا من الطياره جوه الاليمنت. هعمل اوكي وتعالوا نروح نعمل سيت اب للكاميرا. كنترول الت شيفت سي وهاخد كاميرا 80 50 بتبقى كويسه قوي. بعد كده هروح ل
الباك جراوند اللي انا عايزها، وليكن هاخد الصورة دي احطها كباك جراوند، بعد كده F4 ونخليها 3D. وتعالوا نظبط بقى وضع الكاميرا بتاعتنا زي ما احنا عايزين. وليكن انا هخليها كده وهضغط AA عشان اجيب الزوم واعمل زوم ان على طيارتي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. اقدر ان انا اعملها كده تمام واجيبها كده مثلا، او خليها كده كده حلو كده كويس قوي. فاضل بقى اللايت، هروح لير نيو لايت وهسمي اللايت ده وليكن سان لايت، وهختار لون الصن من هنا تمام، واعمل اوكي. طبعا هو اسرع الباك جراوند، هاجي على الباك جراوند اضغط اي اي وهقول له اكسبت لايتس اوف، وهروح على الصن لايت. طبعا انا غلطت ان انا عملت الصن لايت امبيانت لايت، هو المفروض ما يبقاش امبيانت لايت، هو المفروض يبقى بارل لايت عشان بيدي اشعه متوازيه زي بتاعه الصن بالظبط. انا هرفع البارل لايت فوق. الفكره مش في مكان، على فكره البارل لايت زي الصن لايت في سينما او الانفينيت لايت في سينما، مكانه ما بيأثرش لك الروتيشن بتاعه اللي بيأثر، بدليل لو انا خدت التارجت بوينت بتاعه ورحت عاملها كده تمام كده او كده، اهو بدأ يديني اضاءة. ممكن بقى اخد مكانه كده واجيبه هو كده بحيث اخد اضاءة بالمنظر ده. ممكن ان انا ارفعه فوق تمام واجيبه كده، وبعدين اخد دي بحيث اديله مدى روتيشن طويل تمام، واجيبه كده مثلا واخده كده. المهم افضل اظبط فيه لغايه ما يديني او حركنا الباك جراوند لغايه ما يديني الانتنسيتي اللي انا عايزها. واضح ان انا هرفع الانتنسيتي بتاعته، هرفعها قوي واشوف بقى هيديني انتنسيتي ازاي. تمام ماشي، بس انا عايزه في عكس الاتجاه. انا مش طبعا مش هيعمل روتيشن، اسف انا مش عارف ايه اللي وداني الروتيشن اصلا. تمام كده خدت ضوء الشمس، واعتقد هعليه شويه وهياخد لون اورنج سنه، ما نعلاش بيه قوي لانه هيأثر جامد. بعد كده هروح هاخد لير نيو لايت. اللايت ده المره دي هيبقى الامبيانت لايت، الامبيانت لايت هيبقى من نفس لون السماء، وهقول له برده اوكي. هروح لير سيتنجز ده امبيانت زي ما انتم شايفين، ممكن اقلل الامبيانت شويه بس انا عايز ازوده سنه تمام. وهروح للسان لايت، طبعا لو قفلت ده زي ما انتم شايفين هظبطه تاني، لان انا عايز يبقى في فاريشن في اللايت بالظبط. يبقى انا مش عايز اللايت، طبعا انا فاتح هنا الادابتيف ريزولوشن، انا هخليه على الفاينل بحيث ان انا ابقى شايف النتيجه زي ما احنا شايفين كده اول باول تمام. اللايت ده كده تمام، فاضل بقى اعمل لايت يديني السبيكولر، اعمل لايت يديني السبيكولر علي شويه. ده هخليه بوينت لايت عشان انا عايزه في الحته بس المظلمه دي، طبعا هو راح هنا انا عايزه ارفعه فوق شويه لان هو هينزل مني تحت تمام. نزقه بقى جوه
طبعا هنعاني شوية معاه بس مش مشكلة. ايوه بدأنا اهو. اضغط AA بس عشان يديني اضاءة بس عند الديل. تمام بالشكل ده كده خلصنا من ده. ده هنسميه سبيك لايت وده هنسميه امبينت لايت وده هنسميه السن لايت. السن لايت مش عارف انا مش مرتاح ليه لمكانه. ايوه اخيرا بس ادى الفاريشن. انا ادي كده بقى في فاريشن في الاضاءه، مظلمه شويه، منوره سنه، منوره قوي كده، بقى في فاريشن في الاضاءه. طبعا الصوره اللي ورا دي انت حر، هات اي صوره تعجبك. نشوف بقى احنا هنعمل انيميشن ازاي. وليكن عايز اعمل انيميشن اللي انتوا شفتوه في الديمو اللي فات، كاميرا تيجي من فوق وتخلي الطياره كانها ماشيه. على فكره انا مش هحرك الطياره خالص، بس قبل ما اشتغل هروح لإليمنت وهروح للريندر سيتنجز وهروح لجلو وهقول له انيبل جلو. هخلي الراديوس وليكن ب 15 وهخلي الانتنسيتي ولتكن ب 4، حاجه بالشكل ده كده. ثريش هولد هخليه بواحد من عشرة، طب احنا ما يبقاش في حتت مطفية جوه. حلو. لو انا عايز اعمل حركة وليكن، يبقى ده كده هيبقى المكان النهاية بتاعي. بي شيفت مع ايه؟ طبعا بي شيفت مع ايه عشان احرك البوينت اوف انترست والبوزيشن. انا هاخد عند مثلا فريم رقم 150 وهقول له ان ده الاند بوينت بتاعي، وليكن هاجي هنا واروح للاوربت كام او للان يونيفايد كام، وليكن هلف كده. تمام، بمعنى ان الحركة هتبقى طبعا كده من فوق لتحت، انا مش عايزها كده، او انا هخليها كده. تمام، وتبقى الحركة طبعا انت كده شايف ان الحركة بتيجي من الشمال لليمين. انا عايز الحركة تحسسني ان الطيارة دي ماشية. انا هعمل زوم اوت، اخرج بس براها كده واطلعها فوق كده. تمام، لو مشينا كده نفس الحركة اللي احنا قلنا عليه. ده نقطة. النقطة التانية ان الباك جراوند انا عايز ازقها لورا، عايز ازقها لورا قوي عشان تديني ديبث او تديني بعد. اخدها كده مثلا، اخدها كده وانزلها لتحت. طبعا هنغير فيها لما نقول يا بس كده. ارجع نغير البوزيشن او نغير السكيل ونشوف. ادي الحركة بتاعي زي ما قلت جاية من الشمال لليمين، في حين ان انا المفروض طيارتي دي طالعة لقدام. طيب انا ازاي اطلعها لقدام؟ الفكرة انك انت تقلل الانجل بتاع الكاميرا فتحسسني ان الطيارة دي طالعة لفوق. طيب اقلله فين؟ هقلله في الاخر. تمام، هروح اقلله واروح للاوربت تول اوطي الكاميرا بتاعي. لو احنا جينا عملنا كده، كده ما بقتش جايه من الشمال لليمين، كده كان الباك جراوند طالعه من ورا لقدام. لو جينا عملنا زيرو عشان نعمل بريفيو،
زي ما انت شايف كده، انت حسيت ان الطياره ماشيه مش بتلف. تمام. ولو خلينا الكاميرا دي ضغطنا AA وبعدنا الزوم شوية وجينا ضغطنا زيرو عشان ناخد مساحة أكبر، يو وهروح هنا بس الف دي كده واخدها خدها كده واضغط سي واعلى زي ما قلنا، تعلى بالكاميرا بتاعك. لو جينا عملنا كده نضغط سي كده حلو. انا عايز اجي هنا واضغط سي تاني وانزل بالكاميرا لتحت، سي قرب اهي، بس انا مش عايز الباك جراوند تظهر، بس كده نمشي كده هنلاقيها بالظبط الباك جراوند كانها هي اللي ماشيه او كان الطياره ماشيه والباك جراوند جايه في عكس اتجاه الطياره. تمام. فرضا بقى انا عايز وانا كده وهي ماشيه كده عايز اعمل زوم ان بسرعه، او قبل الزوم ان بسرعه عايز اعمل بان زي ما قلنا تنزل من فوق لتحت. ببساطة هنروح لشيفت ار عشان نجيب الروتيشن بتاع الكاميرا وكي فريمنج لكل الروتيشن دي. نمشي كده قدام بتاع 20 وناخد دول نحطهم هنا لان دي اللي انا عايزها تنتهي عندها، واجي هنا واشوف بقى انا هعمل ايه. ممكن اخد بان كده وممكن اخد بان حوالين اكس. تمام حلو قوي. البان اللي حوالين اكس ده كده يحسسك ان في انها جايه من فوق لتحت. تمام اهو ادي كده البان بتاعنا. مش عارف لو خدنا حاجه على زد، زد هتديني الروتيشن فين الاول. نرجع كده ونعمل روتيشن على زد كده بحيث انها تعدل الاتجاه بتاعها. هنشوف كده تمام. طيب هي مجرد ما نزلت عايز اعمل بقى زوم خطف كده بسرعه، هسيبها تمشي شويه وخلينا من هنا وهاجي على شيفت AA اجيب الزوم واطلع قدام مثلا وليكن حبه وازق الزوم قوي بالشكل ده كده واقربه سنه بحيث الزوم يبقى مره واحده. تعالوا كده نشوف ظروفنا ايه. زي ما احنا شايفين خدنا افكت جميل قوي. تاني طبعا بقى حالا هعمل زوم اوت بحيث ان انا اخد افكت ان الطياره ماشيه،
يعني او ماشيه لقدام كمان، لان انا عاوز عاوز احط ساوند افكت، فعايز احس ان الطياره فعلا مشيت بعيد. تمام، تاني كده بقى نشوف بسرعه. اولا كل دول هنضغط رايت كليك كي فريم اسيستنس وهقول له ايزي ايز زيرو. الفكرة انك انت كأنك انت بتصور طيارة. هنضغط نخلي دي فول ريز، هنعمل زيرو عشان نعمل بريفيو على الفول ريز. طبعا ممكن نديها سينت انيميشن كمان، هقول لكم ازاي. ممكن لو احنا رحنا هنا على اعتبار ان احنا ننزل الانجل بتاع الكاميرا او نرفع الانجل بتاع الكاميرا فناخد افكت احسن، وننزل بالتراك بتاع الكاميرا بالشكل ده. وممكن كمان ان احنا طالما احنا دخلنا زوم ممكن ان احنا نلف حواليها بالشكل ده كده، بحيث ان احنا نجيب الديتيلز بتاعه السحاب اللي احنا شايفينها هنا دي. انا هعمل على الهافرز تمام، بحيث اشوف الشكل ظروفه عامل ازاي. اعتقد ان الزوم ده سي طلع الطياره فوق بالشكل ده كده عشان تبقى قدامي. انا متهيألي لو احنا زومنا او بعدنا بالزوم هنا كده متهيألي هتبقى احسن. تمام، ممكن لو علينا بالكاميرا هنا بحيث اخلي الطيارة دايما في الفريم نازلة من فوق لتحت زوم. كده كأن انت بتفتح عدسة الكاميرا فبتبعد الطيارة عنك. ممكن احنا نعمل انيميشن للطيارة نفسها، لغاية دلوقتي الطيارة دي ما بتتحركش. طب ما نعمل انيميشن ليها. لو رحنا قفلنا الكاميرا ورحنا لإليمنت ورحنا لجروب 1 وضغطنا على كرييت جروب نل اقدر اعمل انيميشن للطيارة. لو جينا عملنا كده ورحنا ضغطنا ار اكس واي، انا عايز زي، عايز زد، وليكن انا هخلي الطيارة عاملة كده. هرجع لورا هحط كي فريم هطلع لقدام. تمام، هخلي الطيارة تظبط بالشكل ده
اهو. ماشي، وارجع اخليها تقلب تاني وهي ماشيه بعيد عننا. زيرو بقى عشان نشوف الانيميشن. طبعا ال دي كده هاجي هنا ورايت كليك كي فريم اسيستنس وهقول له ايزي ايز عشان يبقى الحركه فيها فلود ما تبقاش بالظبط، تبقى فيها نعومه بالشكل ده كده. زيرو ونشوف. تمام، رايت كليك سينما فورد اسف كي فريم اسيستنت وهقول له ايزي ايز اوت. انا مش عايز الان في حاجه، انا عايز الاوت هو اللي يبقى سموز. زيرو تمام. لو رحنا للكاميرا ضغطنا يو وهخلي الزوم ده يبعد بدري على اعتبار الزوم يبقى باعد ولسه في انيميشن للكاميرا نفسها. بالظبط كده الزوم كده خلاص، بس الكاميرا لسه بتتحرك. بالظبط ده اللي انا عايزه. في بس حاجه بسيطه في الباك جراوند، هاجي تحت السكيل سنه بسيطه. تمام، هي ماشية ازاي بقى؟ ماشي، احنا زومنا قوي اهو. ممكن نعمل لها زوم تاني سريع. لو رحنا للزوم حس كأن انت بتزوم وتبعد عن الطيارة، كأنك انت جنبها او في طيارة تانية جنبها. تعالوا نعمل فول سكرين بريفيو ونشوف. حلو قوي، تعالوا بقى نكمل الباقي. انا عايز زي ما قلنا كأن ايدك بتتهز بالكاميرا. هضغط على A عشان اجيب البوينت اوف انترست. الت كليك ويجل، هحط اكسبريشن ويجل. على فكره انا كل اللي مش راضي اوضحه او مش راضي اشرح كتير لسبب ان كل الكلام ده او معظم الكلام اللي بيتقال هنا دلوقتي، طبعا الايرور ده طلع عشان انا ضغطت بره افتر افكت. يعني اكسبريشن ويجل موجود في كورس البيزكس بتاع افتر افكت، كي فريمز موجود في كورس البيزكس، يعني كل الكلام ده هو بيزكس بس هو استغلاله بطريقه مختلفه مش اكتر. هاجي على الوجل وهقول له مثلا بنص كوما، اقول له مثلا اتحرك وليكن 60 بكسل. تمام، بحيث ادي زي دايناميك انيميشن للكاميرا. بالظبط، شايفين كاميرا بقى فيها فلود طالعه نازله. تمام، احنا اخرنا هنا. تمام، عشان ما نفضلش نبعد رايت كليك تريم. في بعد كده ايه؟ في بعد كده ان احنا نعمل الكالر كوركشن اكيد. يعني قبل ما اعمل كالر كوركشن عايز اروح لاليمنت وانزل تحت واروح لللايتنج
اد لايت، هقول له دراماتيك عشان يعمل اللايت بالانس اللي احنا شفناه، والفولوف بتاعه هزوده سنه، اديشنال لايتس، روتيشن، واشوف بقى انا هروتيته فين. طبعا انا يعني انت بتعمل روتيشن على الاساس اللي انت عايزه، انا عايز يبقى فيه هنا عند الديل اضاءة، ممكن اقول له بقى سينيماتيك احسن، سينيماتيك احسن جاية مع لون، ماشية مع لون السماء. تمام، في الروتيشن ممكن دي كده، وممكن ان احنا ندي روتيشن بسيط على اكس. لو احنا حطينا كده ورحنا على اكس واديناها روتيشن خفيف كده ورايت كليك طبعا وايزي ايز، تمام اعتقد كده مفيش فيها مشاكل كده، كويس. رايت كليك ايزي، تمام. تعالوا بعد كده نيجي بقى للفاينل لوك، هروح لإليمنت وهروح لكيرفس وهحط كيرفس وهاخد بس تحت شويه وهاخد الهايلايتس فوق سنه، مجرب بس يعني سنه كونتراست بسيطة، تمام. غير كده هروح لإليمنت وهروح لمين لموشن بلر وهقول له اون الموشن بلر سامبلز، هخليها 12 يعني عشان يديني سموث موشن بلر. هروح للباك جراوند وهدي موشن بلر واقول نشط الموشن بلر على الكومب كلها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. اسف كنت فصلت معايا تليفون، لكن انا مش فاكر كنا هنعمل ايه، اعتقد ان احنا كنا عملنا الكالر كوركشن، عملنا الموشن بلر، فضل ان احنا ندي الفاينل لوك. هروح لبروجكت وهاخد المين بتاعتي احطها في كومب جديده، وهعمل كام حاجه. اول حاجه عايز اعملها ان انا عايز اجيب الموجو، هروح للاير نيو ادجستمنت لاير وهحط على الادجستمنت لاير افكت الموجو. الموجو تبع ريد جاينت ماجيك بولت، افكت حلو قوي بصراحه يعني. هروح اقول له بانش، هقلل البانشنج شويه، ممكن ارفع الورم شويه، عايز اروح للقطه ما فيهاش موشن بلر عشان ايوه بالظبط عشان اشوف الافكت بتاعي شكله عامل ازاي. انت عايز تدي كانها حاجه حربيه، ممكن بلاش الورم، او ممكن بلاش الورم، ممكن نرفع الموجو افكت بس عشان ما ادمرش الديتيلز بتاعتي. عايز اروح للفولرس، اللقطة اللي كان فيها زوم، ايوه عايز اقرب اوي من الطيارة بالظبط، تمام. اعتقد كده الموجو مفيش فيه مشكلة. ممكن نعمل حاجة تانية احسن كمان من الموجو، لو احنا حطينا اللوكس، حالة اللوكس انا عايز الغي الموجو عشان اشوف لوكس، انا هاخد لوك جاهز واعمل له ابلاي. ده كل مش حلو، ممكن ناخد بيزك برضو مش كويس، في ايبك وورم اند فازي
بيزك وايد ديفيوجن الى حد ما مظبوط، مع شويه تعديل، مع شويه تعديل بسيط. لو رحنا في اللينس حطينا دي فلير بحيث ان انا ازود الفوكس على ازود الفوكس شويه على الطياره، ازود السايز عشان ما ياثرليش على الحتت دي. حتى الدرت كمان هنا بان، لو انا قفلت لك ده كده في سنه فوكس قليله على الطياره، بس كان معايا شغل كويس. الجريد مش عايز جريد، الكاميرا ممكن اخد كونتراست وسنه بسيطه، كل ده عشان اعمل فوكس على الطياره واميزها عن الباك جراوند. ممكن بعد كده ممكن احط فيلم جرين، هحط فيلم جرين بس مش على الصوره بتاع الفيديو كله، لان الفيديو كله اساسا الصوره اللي ورا عليها جرين. ممكن احط الديفيوجن فوق تمام، بحيث ياخد نفس لون السماء بالشكل ده كده. لو جينا عملنا فينش جينا رجعنا ورا هنلاقيها بقت بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ممكن احط الموجو، ممكن لو احنا رحنا اللاير نيو ادجستمنت لاير وحطينا الموجو عشان يدي الفاينل لوك. طبعا انا مش عايز البالانس، عايز البالانس يقل شويه، مش عايز تنت قوي كده. ممكن شويه وورم بالشكل ده كده. كده وصلنا للي احنا عايزينه، فاضل حاجه واحده بس. تمام، فاضل حاجه واحده بس، انا عايز اروح لده في ديفيوجن. الديفيوجن ده تقيل تمام، فانا عايز اقلل الجلو بتاعه شويه بحيث اخد الفوجي افكت ده. غير كده كمان عاوز اعمل، انتوا عارفين كأن في شبوره، كأن في شبوره، فهروح للمين دي عشان البارتيكولر ياخد نفس حركه الكاميرا، وهروح للاير نيو سوليد وهقول له ده وليكن فوج، وهاجي هنا واحط بارتيكولر، اسحب البارتيكولر هنا كده. عايزه يجي من قدام لورا، يبقى انا عايز اخليه بدل ما هو يونيفورم هخليه دايركشنال، اشوف بس الدايركشن بتاعه. طبعا اكيد عايز يتغير. سالب 90، لا مش سالب 90، سنه بس كده عشان يبقى جاي كده. والله ما جاتش على الاربع درجات دول، 180. عايز ازق البوزيشن بتاعه يبقى هنا كده بحيث يبقى واخد نفس الاتجاه. الفيلوسيتي عايز ازودها بحيث ان هو يزق البارتكلز مسافه كبيره. عايز اخلي الاميتر بدل ما هو بوينت يبقى بوكس، هزود الاميتر سايز على اكس وهزوده على واي. اعتقد زد يعني شويه فاريشن برضو مش هيقولوا لا. ناخد البارتكلز هخلي عددهم وليكن مثلا 500، وهنزل تحت شويه واروح لبارتكل وهخليه بدل ما هو سفير اخليه كلاودلت عشان اخد شكل السحب. زود السايز اعتقد 120 هيبقى مناسب. او 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 ماشي. نروح للاوباسيتي اخليها 2، ده ضاعت. طب هخلي الراندوم اوباسيتي 100%، ومتهيألي ان السايز هخليه 80. اوباستي هتبقى اقل من كده. طيب هخلي الاوباستي اوفر لايف هخليها كده تمام. ممكن اخلي دي بتلاتة سنة، واخلي اللايف وليكن بتمن ثواني، 10 ثواني، وهرجع اخلي دي زي ما كانت، لا مش زي ما كانت قوي.
هخليها كده. كل الفكرة ان انا هخلي الستارت بتاعها من بدري شوية، بدري سنة، بدري سنة، ماشي. تعالوا كده نشوف الدنيا ظروف او. طبعا هنا غلط لان هنا مفيش بارتكلز، هقول له امجن اكستراز وهقول له بري ران وليكن ب 50% بحيث يبقى فيه ضباب 100%، تمام. وهعمل بلاي واشوف الدنيا ظروفها ايه. المفروض ان ناخد ال، لا انا بعمل بلاي هنا ليه؟ طيب المفروض نعمل بلاي في الناحيه الثانيه. نروح للمين بلاي بريفيو اقصد. زي ما احنا شايفين هروح للهاف في بقى حاجة. اولا هنا مش عارف في حاجة في اللوكس، شيل ده بس كده تمام. واعتقد الدي فلير ملوش دعوة، ده يعني الى حد ما، بس ده هقول له الهايلايتس يروح على الحتت اللي فيها هايلايتس بس عشان يسيب لي شويه ديتيلز ورا هنا. جريد هقلل الجريد بتاعه شويه، سايز هكبر السايز او اقلل السايز عشان يبقى السايز يعني اولموست على الطياره بس. واعمل فينيش اوتو شولدر، قلل اوتو شولدر شوية. وعاوز اروح ل كان في في سبجكت، اروح لبوب وارفعه شوية كده عشان ارجع الديتيلز بتاعت الطيارة. تعالوا كده نركب ملف صوت. انا كنت خدت ملف اللي هو سوش 02، هاخده هنا تحت واشوف اعمل بريفيو ونشوف. طبعا في اختلاف في الحركة. هنودي ملف الصوت ده ورا سنة. تمام كده تمام. وعرفنا ازاي نحرك كاميرا، عرفنا ازاي نعمل الكالر جريدنج، عرفنا ازاي نعمل. لو لاحظنا البارتيكولر مكانه مش مظبوط، فعلا مكانه مش مظبوط. هناخد
بارتيكولر نزقه هنا كده. وهنحتاج ان احنا نطلع، او كويس احنا شفناها، ناخد الاكس نكبره والواي نكبره بالشكل ده كده، يبقى بلندد مع السحاب بشكل كويس كده. على فكره هنتفادى الغلط اللي حصل هنا، ان ما كانش فيه ضباب في اول الفيديو ما بدا. كان معاكم مهندس احمد الرحمن رياض من جي اف اكس اكاديمي دوت نت، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.